بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في المؤتمر الصحفي لمباراه الاخيره بالنسبه لمجموعه الترجي التونسي في رقيب الابطال، مباراه رقم 123 لتجمع الترجي بامثله بمدينه العاصمه الجزائري. سعداء جدا باستقبال مدرب الترجي التونسي مجدي التراوي وايضا لاعب الترجي حمدي النجاز. مرحبا بك هيثم، مرحبا بالاخوين الموجودين في الكونفرنس افون ماتش نتاع الامسيه. بيان سور كما عودنا معناها الترجي التونسي بطبيعة الحال ديما يلعب معناها على المرتب الاولى، غدوة عندنا فرصة امامنا باش نتصدروا معناها ان شاء الله المجموعة نتاعنا، دونك ان شاء الله باش يكون ماتش نحاولوا معناها نفوزوا به بالمرتبة الاولى باش نجموا ان شاء الله نسهلوا القرعة معناها من بعد في الربع النهائي ان شاء الله. تنتظرنا مباراة كونتر مدير الجزائر، المباراة ان شاء الله ماشي تكون سهلة، ظهر لي كما تعرف نحن الترجي التونسي فريق كبير، نلعبوا ديما ان شاء الله على المراتب الاولى، وغدوا ان شاء الله عندنا فرصة بقدرة ربي باش نطلعوا الاولى باش ان شاء الله نسهلوا المأمورية علينا في الربع النهائي ان شاء الله. حكينا مع الاولاد الكل معناها قبل كل شيء، احنا يلزمنا نكونوا في المرتبة الاولى، تعرف اللي المرتبة الاولى تخليك تلعب مع معناها مع الثانيين معناها اللي في ليبول الاخرين، دونك يلزمنا نسهلوا على رواحنا معناها ربع نهائي، تعرف الاخرين الاولين كل معناها في رق زاده قويه، دونك نحاولوا نفوزوا بالمرتبه الاولى، هذه فرصه امامنا غدوه. تبقى اللي تحكيه معناها في مصر نعرفوا معناها متعودين بالحكايات هذه من قبل معناها سواء معناها ماتشواتنا معاهم ولا الاعلام تاعهم، احنا نركزوا على السوجي نتاعنا على التيرا نتاعنا وركزوا المقابلة نتاعنا، لازم نقوموا بمباراة طيبة والباقي اللي باش يصير هذاك ربي يسهل فيه. بالنسبة لنا احنا عندنا لاعبين لازمنا عندنا لاعبين مصابين ساعة بور كومونسي، شفنا معناها توغي روح من السنغال معناها بعد المباراة تحسبه وجاء اليوم عنده إيلونغاسيون في الأدكتور، دونك ما نجمش يكون حاضر باش يتغيب. كيف تعرفوا الياس عنده مدة من أصيب الياس الشتي، عندنا لاعبين عندهم معناها مهدين في صورة ما ياخذوا كارتون نخسرهم في الدور الربع النهائي، دونك اون فاجيري تو سا ما نجموش نجسمو زادا باللاعبين وبعد ما نلقاوش معناها اللاعبين نتاعنا في مباراة مهمة في الربع النهائي، دونك نحاولوا كيفاش اونجير تو سا ونحطوا المنابية معناها غلوة في إطار باهي إن شاء الله باش نجمو نفوزوا كيما قلت بالمرتبة الأولى إن شاء الله. أنا بطبيعة الحال باش نلعبوا مقابلتنا كيما لعبنا مقابلة الكل في رادس، ما فيش شك معناها الترجي خاصة في تونس معناها نحاولوا نفوزوا بالمباريات نتاعنا، نحاولوا نقوموا مباراة معناها طيبة على جميع المستويات، نحضروا اللاعبين نتاعنا كيما يلزم، باقي هذه مباراة كرة قدم ما تعرفش شنو نجم يصير فيها، معناها نجم تقبل من الأول وبعد ترجع تنجم أنت تسجل من الأول، دونك السيناريو الكل ينجم يصير. أهم شيء بالنسبة لنا احنا معناها الاوبجيكتيف نتاعنا نكونوا موجودين ان شاء الله في المرتبة الاولى، دائما ما فيش شك في نتيجة الفوز ونتيجة التعادل اللي باش تجي واحدة منها، ما احنا باش نعملوا اللي علينا اللي يجي من النتيجة هذه مبروك. عندنا لاعبين مصابين خسرناهم بالمدة الأخرى كيف أخرهم توغي اللي مباراة السنغال أصيب، عندنا لاعبين مهدين بالإنذار الثالث ما نجموش نجلسوا بهم من بعد نقعدوا معناها نخسرهم في مقابلات عندها قيمة كبيرة خاصة معناها في الربع النهائي، يلزمنا نحاولوا كيفاش أونجير معناها خاصة معناها اللاعبين هذوما الكل، أمم دون نخليو الإكيليبر موجود هذا ما فيش شك معناها في الماتش، كيما جبدوا الأخرين وقالوا معناها احنا قدام خيار الفوز أو التعادل باش نلعبوا بطبيعة الحال كيما مستنسين على الفوز واللي باش يجي من بعد هذاك مبروك. والله صحيح، ظهر لي كما كان يحكي سي مجدي، ظهر لي مباراة ديما نحن الترجي التونسي نلعبوا على الانتصار، مباراة ماهيش باش تكون سهلة ضد منافس معناتها محترم وباهي، إن شاء الله غدوة بقدرة ربي المجموعة بتاعنا معناتها محترمة، اللاعبين كل فرد مستواه، وإن شاء الله باش يلعب غدوة يقدم مستواه، وإن شاء الله بإذن الله كما العادة لازم في رأس ديما نجيبوا الانتصار إن شاء الله.